في أحلى من رياضة بنهار هالقد حلو. بس يا نادين، ليش عم بتتعبي حالك هالقد؟ ما رح رد. شو بكي؟ ما بدي. شو خلقتك سيحة عني؟ شو بدك؟ شو بكي؟ صار لي ساعة عم بعيط لك، ليه ما عم ترد؟ شو بكي؟ شو بدك مني؟ غلطت معك شيء؟ ايه مغلطة. جيب الشاب. شو عملتي لي كمان؟ شو عملت لي؟ وقحة كثير كمان سيحي. فرح شو بكي؟ ما ماسك هلا سيحي. هابي جود داي. لا حرام، عيني غريبة، عيني فنجانين. ما في الا انا الطبيعية هون. يمكن دايما في خناق بين الاخوات، بس نادين مش معودة انه فرح تزعل منها هالقد، وحتى لو هي بتجهل السبب، فقررت ترجع على البيت وتلاقي طريقة تراضي فيها اختها الصغيرة. مدام، هذا عصير لإلي. يا ميرسي ابي. انت دائما بتفكري فيي. لمين هيدا؟ هذا لمدام فرح فوق. لفرح؟ طب خليك دقيقة شوي، عم يكتب لها لتر تعطيها اياها. احسن. ليه زعلانة اليوم؟ هي زعلتني. شفتي؟ اعطيها هي لما تفوتي، قولي لها هيدي بنت نادين. ميرسي ابي. كوكو. واو، ريحه ماسك دابي قمره شهيره. مين؟ انا ابي. مين؟ انا ابي. لحظه، بليز حطي لي جوا. هلا بجوا. مدام. شو هيدا؟ مدام. من مين؟ نادين. مدام نادين. نادين. I love you, best sister in the world. لا لا لا. بقى فرح حركاتها ما زبطت. محاولة نادين للصلح بس ما استسلمت، وقررت تجرب بعد مرة وتنطر على باب الأوضة. نطرت نطرت كمان. بعدها ناطرة، وبس طلعت فرح. شو بدك؟ ظهري من الأوضة هلا. شو ناطرتك مع هذا الأوضة؟ شو ما عم بتردي علي؟ شو بدك مني؟ بدي أعرف ليه معصبة مني من الصبح. إلك عين تسألي ليه أنا معصبة مني؟ إيه بدي أعرف ليه معصبة. ليه أقول لك أنا معصبة مني؟ ما بعرف صراحة. سألت حالك ليه فرح معصبة؟ ليه أليس معصبة منك؟ ليه كلنا معصبة مني؟ أنا وياك ولا مرة بنتخانق. فرح ليه معصبة مني؟ ما معود فقتن أول مرة. إيدك عني. بدك قلك لي معصبة مني. اوكي، اول شيء مشوار فريا، كيف تتركيني على الطاولة وتفلي في كان في اليس على الطاولة؟ محمود صحت عنه وصحت عن اليس. وين المشكلة اذا ما عبالي ابقى بفريا؟ ما عبالي في طريقة ما بتفلي هيك دغري على الطاولة. انا اليس مش عبالي بتاخذ تاكسي وتفلي، وانا انا اخر شيء بعرف يعني. محمود اول شيء بعث له مساج، انا شو حبيبتي على الطاولة واليس عملت هالمشوار كرمالي. لا لا انا ما بصلح شيء كرمالي. ليه فوتوشوت؟ وشو بصلح شيء كرمالي فوتوشوت؟ بس لتنمي هون تخيلي الجو وترتاحي وتطلع. بس هالمشكلة هيدا هدف من الاساس البراش اللي انت. اوكي انا بدي بيت لازهر. بدي بيت وقت سنه يمكن سنتين. يمكن ما بتعرفي شو معها. عطيني انت حبيبتي محلي فرع. هل بضاعة فضلتي علي؟ قولي فضلتي علي ولا لا؟ محلي فرع. انت حالي محلي، ما بتصرف بهالطريقة مع اخوتي ابدا. شوفي شوفي الصور حبيبتي، كل صوري مع اخواتي، معك ومع اليس، عائلتي موجوده هون. انت بقوتك صورك عن شو؟ صورك شو حاطه صور؟ قولي لي. عندي صوري انا وياك. لانك سلفش لحالك. شو بدي بالتليفون؟ اذا بحط انا عمريتي لتعرفي انا وياك اخوي يعني. انت حبيبتي تسالي اترك الايجو لشي مره بحياتي. قيم الايجو حطيه عشان افكري فيي. انا اقرب اخت عندي. ما انا اقرب
تعمله بتطش خلقه فيي. صايره اضرب من اجيس فرح كمان؟ ايه شوف اليوم عم تعمل بيسيكلات، حسيت حالي ماراثون عم بركض وراها ولا ترد. وقفتها بالبيسيكلات قلت لها شو بك انه ليش ما عم تحكي معي؟ قالت لي بتقلي زيحة احلى ما ادعسك، بدها تعسني بالبيسيكلات خيالي. قضيت نادين كل نهار بسيرة فرح. وما تشوفي بعدين شو عملت بالاوضة، بقيت شي ساعة ناطرتها برات الاوضة مثل الشحادة، بتجي بتقلي انا سيلفش ليه؟ قال لانه مرايتي كلها حاطة صور لحالي وهي حاطة صور انا وياها، قلت لها لازم تكون حاطة صور على مرايتي يعني لتعرف انه انا بحبك، عندي هون على تليفوني، وحطيني هون على USB اذا ما بتصدقني، انا والله بحبها بس شو لازم لزق كل اوضتي صور انا وياها على الحيطان لتصدقني؟ لا اكيد مش شرط. شفتي؟ لا وصارت تعيط بكتني، وانا عادة ما ببكي يعني. حتى خلال جلسة مع لارا مصممة مجوهرات وزميلتها السابقة أيام الجامعة ما قدرت أبداً تركز على الشغل. J'espère que demain on va pouvoir prendre de belles photos. Ah, c'est demain le shoot? Oui, demain. Parce que moi le week-end je vais partir, là je voyage. Et la semaine prochaine je serai très très occupée. Donc d'arrouré que demain on fait le photoshoot. Ah, moi j'ai cru que la semaine prochaine. Non, non, je pourrais pas la semaine prochaine. Pourquoi tu peux pas venir demain? Je peux pas trouver un autre jour, s'il te plaît, Nadine, vraiment. Tu dois me rendre ce... C'est pas que tu dois me rendre ce service, c'est que je peux pas trouver quelqu'un d'autre mieux que toi. Moi, finalement, quand tu reviens. Je pourrais pas, vraiment, je pourrais pas. Là, vraiment, non, c'est impossible. ما قدرت نادين تأجل الفوتوشوت. تاني نهار راحت تحضر حالها بس كل الوقت كان راسها مشغول. لاحظ على نادين انها مش مرتاحه فحبوا يعرفوا منها شو اللي مزعلها. نادين شو قصتك؟ وين ضحكتك؟ معصبه زعلتها لفرح ما عم تحكي معي منا اخذ على خاطرها. لا هذا الزعل كله لأن فرح معصبه منك يعني؟ ايه لانه انا اليس كي تومبيت سي با فرح. وي سي فغي عاده اليس هي اللي بتخانق انا وياها بس هالمره سي فرح. وي علي تون في با انتر سار تو سي توجور اون سي ديسبيت. حاولوا يخففوا عنا. ما بعرف ما عم تحكي معي ولا عم ترد على تليفوناتي ولا شيء. لا هلا بترضيها. طيب هيك بدنا نضليها يعني لا افرضيها شوي، فرجينا السنين. ماني بالمود ابدا اليوم. مانك بالمود اليوم؟ بكره بترضوا. شو أول مرة تتخيلوا تضحك أنت كمان بالضحكه؟ أول مرة هالقد سيريس الشغلة. لا ماني معودة. ماني معودة أنا وفرح. إيه بس اتس نوت سيريس، اتس فرح، يو نو هير. ما انا بعرفها اول مره هالقد اخذ على خاطرها يعني. طب من هيك وانا بالمود. طب ليكي بركي هي كمان هيك شيز نوت فيلينج جود. ما بدك شو؟ انه عشو لانه نزلت على بيروت. طب ما سمعت حكيته بالموضوع؟ بتقبل عم احكيها بدي احكيها ما بترد. هلا هي وينها؟ ما بعرف ما عم ترد علي. جرب احكيها انا. شوف اذا بترد يمكن بترد عليك بس انا عليه ما عم بترد ما طايقتني. هو اللي اسمها؟ اليس بتكون مع ودائما سوا هلا ضدي صار. لا ما زبطت معك اخوتك اسعد معه حق. فمثل ما كانت نادين عم تحكي عن فرح اخواتها كمان كانوا بسيرتها. ليكي انه مش هي قالت عندها فوتوشوت اليوم؟ ايه عندها فوتوشوت اليوم. كرمال شو؟ شو بعرفني كرمال شي جوري مش دايموند يمكن ايه لاحظتي كيف هيك فجأة هب عليها النشاط مش حرام شي ومظبطة حالها بس هي حتكون لحالها هونيك ايه انه مع مين بدها تكون؟ ما بدك نروح حرام نشجعها ونكون معها انت روح انا ماني رايحة اكيد لا انا بقول خلص نروح لعندها ونفاجئها نعملها سربريز وعلى السريع نفذت فرح القرار اللي اخذته. شوفي مين اجا يا نادين كثير حلو بدنا نشوف فرح سربريز فرح
فرح من الصبح انا عم اشتغل فيها وهي عابسه يا فرح هون طلعت ضحكتها الله وحيد الله كنت دايما انه عم بحكي عنك ما كان مودي هلا هلا رسالة طلعت الضحكة طلعت الابتسامة ما في زباك وين هالضحكة هلا عشان عم بضحكي ça c'est la Nadine qu'on connaît oui c'est ça مش عارفة شو القليل بالنهاية قد ما يتخانقوا الاخوات مع بعض ما في شيء بيفرقهم انا حاسة فيها سببين ومن الحلقة الجاية من The Sisters شفتيها يعني بلا اكيد اكيد انا حاسه انه اكيد ما عم تعيط عليها لا لا اكثر وحده زلتني فيها ايه هن بس يتصوروا معها انا على طول باخذها عند الفات وبنقوم فيها وبنمجها وبطلعها بتحبنا اكثر شيء واضح بتضلها تلحقنا ما حلها ما حلها